البنات كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتمنى كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، سمحوا لي على الدخله هادي. المهم اليوم دابا الصباح كان قال لي احمد انني نصايب ليه الاكواريوم، ها هو كان قال لي نصايب ليه الاكواريوم، وهذا قلت ليه لا ماشي نصايبو لك، حيت غير ما كنتش مساليه كنت كنطوي شي حوايج وباقي ما كملتهمش، باقي لها شي وحده في الصاله. المهم قلت ليه ما غاديش زعما هذا ما غاديش نصايبو لك، خليه تخرج. وقلت نصايبو ليه مسكين حيت حاجه كيطلبني عليهم هذا. المهم دابا خويت النص ديال الماء، خويت حتى لهنايا ديال الماء، حتى هنا تقريبا، وخويت داك الماء الموسخ وعاودت رديته، عاودت رديت ماشي داك الماء نيت، عاودت رديت ما اخر نقي هذاك الماء خويته خويته صافي ودرت ما اخر جديد. المهم دابا غادي دابا صافي ساليت ليه هذا، باقي لي غير نمسح ليه هاد الجناب هادو، هاد الجناب هادو هنايا وهنا نمسحهم ليه مزيان بهاد اللعيبة ديال الكحلة، وغادي نمشي غادي نطوي دوك الحوايج ونخليكم معايا.
صليت هذا صليت شقا جففت هذا وتغدينا. المهم دابا هبطت بغيت نوريكم واحد اللعيبه بغيت ندخلها لكم في لا فيديو اما ربنا تعجبكم. المهم هذا القران هذا ها هو كيجي بحال هذا الشكل هذا. هذا البنات بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يقراو بحال دابا انا خالتي ما كتعرف بغات تقرا القران ما كتعرفش تقراه ما كتعرفش كتبغي تقرا القران ما كتعرفش تقراه. داكشي على الشوبات هذا ما عرفتش كيتباع هنا ولا لا انا ما عارفاش. المهم انت كتشوفيه من السيت كيجي بحال هكا قران عادي تقدر تقراه هكا عادي ولكن هو شنو هو اللي زوين فيه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يقراو كيعطيوك هذا القران هذا وكيعطيوك مع هذا السيلو هذا وهذا بحال السيلو دابا كتخدميه وكتحطيه على بلاتي نوريكم كيفاش بحال دابا كتحطيه على مثلا شي هكا كتحطيه بحال هكا على هذه الجمله هذه الفوقانيه كتحطيه هو كيبدا يقرا لك وانت كتعاودي من موراه فهمتي. هذا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يقراو. المهم بحال هكا لو بغيتي تشري لماماك ولا خالتك ولا شي حد كيعطيك معاه الكيت كيعطيك معاه هذا الكيت هادو. المهم هذا السيل كيف قلت لكم القران كيعطيك معاه هادو بالنسبه اللي بغيت تعلم كيعطيك معاه هادو هذا وهذا هي الرقية الشرعية أناشيد الإسلامية وهذا وهذا القاموس هذا وكيعطيك هذا صحيح المسلم كيعطيك هذا. المهم كيعطيك هذا الربعة هادو وهاد اللعبات معرفتش ديالاش هاد اللعبات معرفتهمش ديالاش أذكار الإستيقاظ وأذكار الصباح ودعاء دخول الخليل. المهم كيجي هو كيجي في هاد الضابط هادي كيجي في هادي هو راه كتشوبيه من الشيت كنقول لكم من الشيت كتشوبيه من واحد السيت كتشوبيه زعما كتشري من واحد السيت كتاخذيه من واحد السيت كيوصلك حتى للدار. المهم هذا البنات كيف قلت لكم بالنسبه اللي ما كتعرفش بالنسبه اللي عندها ماماها ما كتعرفش تقرا ولا خالتها ولا شي حد من عائلتها ما كتعرفش تقرا وبغات تعلم القران بحال دابا انا خالتي ما كتعرفش تقرا وكنبغات تعلم القران يعني بغات تولي تقرا القران من غير داك من غير سوره الفاتحه والمعوذتين وهذوك الصور الصغار بغات دوك الصور الطوال تولي تقراهم وتولي تحفظهم. المهم كتكون جالسه بحال هكا كتاخذ هذا وكتاخذ هذا السلو هذا كيف قلت لكم كتولي كتحطو على اي جمله هو كيقرا كيقولها بالجهد وانت كتقولها من موراه. المهم هذا مكان قلت لكم ربنا يعجبكم دابا غادي نردو بلاصتو انا ما عرفتش نخدمو كنعرف نخدمو خدمتو لكم البنات هو راه زوين كيتباع في السيت. هذا الشيء اللي كاين شكرا بزاف على المتابعه وما تنساوش تديرو لايك.